هاي جايز، معكم الين من بلوج نوشالين.com. اليوم رح نعمل نيل ديزاين طلبتوه مني وهو بشكل الماس. تابعوني لتشوفوا الخطوات. رح نستعمل البيس كوت نيل بولش باللون الابيض، الاسود مع ريشه رفيعه، لون الفضي والتوب كوت. رح نبلش بالبيس كوت. رح نحط طبقة من لون الأبيض كبيس كولر. رح نحط طبقة تانية لنثبت اللون. رح ناخد لون الأسود مع ريشة رفيعة ونعمل خط بهيدا الشكل. رح نعمل خط تاني وخط تالت بشكل مثلث. هلا رح نعمل خط صغير فوقه، خط تاني فوقه ونجمعهم مع آخر خط. هلأ رح ناخد لون الفضي ونحطه على الورقة. ناخد خشبة ونعبي المثلث. بس ينشف لون الفضي رح نرجع نرسم خط فوقه باللون الأسود. رح نعمل خط هيك، خط هيك، خط نازل هيك، وآخر خط. بس ينشف كل شي رح نحط التوب كوت. إن شاء الله حبيتوا الديزاين. إذا عندكم أي سؤال تركولي إياه بخانة التعليقات أو اسألوني على تويتر، فيسبوك وإنستغرام. وأكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة دنيتي، وأنا بشوفكم في فيديو الجاي. باي.